السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب خلينا نذكر الله، لا إله إلا الله، نصلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شباب أول شيء بنقول اللهم أطلف أعمارنا لطاعة الله وليس لمعصيته. ثانيا اليوم موضوع جديد، اليوم راح نتكلم عن أفضل 6 قنوات من ناحيتي. أنا بفضلها بأفضل 6 قنوات، ليش؟ أول شيء مفيدة، ثانيا مسلية وبدي أتسلى وتكون بدي أستفيد من إشي، بروح على هاي القنوات. هسه بنشوف واحدة واحدة وبنقول عن واحد واحد إن شاء الله. خليكم على المقطع. ببدأ بأفضل قناة عندي اللي هي للشاب المصري اللي هو اسمه إسلام صبحي. إسلام صبحي هو قارئ القرآن الكريم مجود ما شاء الله تبارك الله، صوته جميل جدا. أنا بنصحكم أنكم تملوا دائما وقت فراغكم بما هو مفيد، ما بقولكم لا تلعبوش، بس بقولكم أنه حاول تملوا فراغكم أكثر بذكر الله. قناته في الوصف رح تشوفوه، ورح تشوفوا كمان قناة ثانية له اللي هو شريف مصطفى. ها شريف مصطفى ما شاء الله تبارك الله كمان صوته قريب من إسلام صبحي، فهذو قناتين يعتبروا مميزات عندي. تاني قناة يا شباب صراحة بدكم الصراحة يعني شاب مبدع، مبدع يا أخي مبدع، أنا بحب أتابعه كثير. ليش؟ لأن تعتبر قناته من القنوات المميزة اللي هو محمد غنايم. محمد غنايم هذا من فلسطين وعايش في تركيا بدرس طب. الشاب موهوب ومبدع ما شاء الله تبارك الله، أنا بنصحكم صراحة بتتابعوه. يعني هون يعني آخر فيديو نزله نزل عن كيف هو شكل الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي، يعني زي ما شايفين يا شباب هون منزل عن الرسول وعندنا قوة إلا رسول الله. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. بداية اعذروني على صوت المتعب، ولكنني لم أرغب في أن أترك هذا الموضوع بلا تعليق، وأنتم أهل الاستماع والحرص لمثل هذه القضية، ودليل ذلك أنك تشاهدنا الآن. زي ما شفتوا يا شباب بالفيديو تبعوا الشاب بيتكلم بالفصحى، وتعتبر من السمات الجميلة أن الواحد يتكلم بالفصحى صراحة، ومش أي شخص بيتقنها يعني. فأنا بنصح أي إنسان اللي كان كبير والكان صغير يتابع هاي القناة، لأنه صراحة القناة هادفة، شو هادفة لكل إنسان. ثالث قناة يا شباب تعتبر من القنوات المميزة. ليش تعتبر من القنوات المميزة يحيى؟ ليش؟ لأنه اللي بيقدمها بنت، مش حيلا بنت، البنت مش بتعرض نفسها عشان مشاهدات، لا البنت محتشمة. البنت إيش؟ محتشمة. البنت اسمها دانا علان من الأردن، صيدلانية، محتواها هادف للفتيات وللشباب، بعض المرات للشباب بعض المرات للفتيات، ولكن الأغلب الفيديوهات للفتيات يعني. فأنا ليش حطيت هاي القناة؟ لأنه يا شباب عندي نسبة من الإناث بتتابعني، لا تفكروا حالكم بس أنتم بتتابعوني، يعني في عندي نسبة من الإناث يعني، عشان هيك ربتوا شلون شباب. فما شاء الله تبارك الله، يعني زي ما شايفين يا شباب منزل آخر فيديو عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وتعرف شو كانت تقول؟ دانا علان جرعة إبداع وطاقة إيجابية، فيديو جديد كل جمعة. فأنا أنصحك أنصحك يا وأنصحك بمتابعتها. ليش؟ لأنه قناتها هادفة. رابع قناة يا شباب تعتبر من القنوات المسلية جدا صراحة، أنا كل ما بنزل فيديو لازم بكون أول واحد حاضره، أو بالأحرى يعني بيكون هيك مكتوب تم تنزيل فيديو قبل الثاني، أنا بكون سريع ضاغط على الإشعار. ليش؟ لأنه زد صراحة الإنسان مبدع وبيستحق المتابعة، اللي هو مين؟ اللي هو ملك المشتركين، على قد ما بيجي اشتراكات ما شاء الله تبارك الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. الشاب اسمه أبو فل من الكويت، يعني زلم مبدع بمعنى الجمع، لما اعتقد اغلبنا بنعرفه يعني، بما انه مبدع فالاغلب بيعرفه يعني. طلعوا شباب الفيديو تبع صراع يعني بالله عليكم مش مستحق المتابعه. طلع تخيلوا يا جماعه اني صوتي مرحله، ما اتذكر متى اخر مره فزت جيم ببجي. اخر مره فزت جيم ببجي كان قبل شهر و10 ايام، انا المفروض استحي على وجهي. جماعة ايش بدك تحكي؟ لما افوز ويطلع لي هذا ببجي، الفوز اللي ببجي وينر تشيكن دينر، انا المفروض مرات اوصل لمرحلة نبي. طولي بالك، خلاص لا تهين نفسك قدامك، لا تضرب، خلاص انت اسمع محاولة اخيرة. الشاب يا شباب مبدع صراحة، فأنا أنصح أي شخص يتابعه، والله جد مبدع.
فالقناة مسلية جدا. خامس قناة يا شباب تعتبر أيضا من القنوات المميزة صراحة. مين هو؟ هو شاب اسمه باسل من سوريا وعايش وين؟ بروسيا على ما أعتقد. روسيا هذا هو الشاب. فأنا بحب أتابعه كثير 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 يعني مش أغلب يعني هيك منزل قبل 37 دقيقة ما شفت الفيديو صراحة. طلع الفيديو تبعه يا شباب هذا ما أحلى. الله يستر. كان مجرب انه شبس وما شبس بس الحمار يحاول اول شيء انت يعني المقدم الها زوج مالك مراحل يفايفاك بس مثل القصة ويجدكم باطل المقدم احلى. هذا يستحق الاول مش يستحق المتابعة. الفيديو صراحة روعة. كمان الشخص هو روعة يعني بيقدم محتوى رائع. ف غنى عن التعريف باسل فأنصح بمشاهدته أيضا. والقناة ما قبل الأخيرة يا شباب صحيح العنوان أساس قنوات ولكن في سبع هاي السبع مخفية عن العنوان وعن الفيديو فلازم تحضر الفيديو الأخير عشان تعرفوا مين هي القناة السبع. هذا المهم القناة السادسة عن شخص اسمه زراد. إحنا بطبيعتنا يا شباب كبشر منحب الدراما ومنحب الطشات اللي في اليوتيوب صح ولا يا عمي صادقين ولا إحنا مش صادقين صادقين ف بس طشتين بين شخصين. دراد على السريع شو بيسوي؟ بيسوي فيديو على هذول الشخصين وبيعطي رأيه الشخصي وبيشوف يعني مين الصح ومين الغلط. طبعا هذا كل الشيء هو من ناحيته يا بتفقوا معه الجمهور يا بتفقوا معه. وبتكلم عن أشياء ثانية بشكل عام ممكن تكون ألعاب ممكن تكون أغراض إلى آخره من الكلام. فهي شايف أكبر نصبة في تاريخ عالم الألعاب. فالفكرة في الموضوع محتوى جميل جدا وأنصح أنكم تتابعوا يعني خاصة بالدراما شيء خرافي. آخر قناة يا شباب معنا صراحة بجوز هي أفضل وأضبط قناة من ناحية تسلية صراحة. الشخص مبدع جدا محتوى راقي يعني غنى عن التعريف صراحة. اللي هو ايش شايفين كبار كوار يحيى تي في بالله عليكم يا شباب اشتركوا عند بعض منكم. طبعا يا شباب هذا انا طفت الكاميرا وطلعت لنا اسمنا عم مش طفت الضوء. الله يقطع شرك يا يحيى. وهيك يا شباب خلصنا المقطع ان شاء الله يا رب يكون نال اعجابكم. حبيت انا وعشان في قناتي نال اعجابكم. اذا عجبكم هذا المقطع افقعونا لايك الفيديو ووصلونا اياه اكثر من 1000 لايك. اذا وصل اكثر من 1000 لايك انا هيك بعتبر انه عجبكم هذا المقطع. ودمتم في امان الله. السلام عليكم.